فاليوم غنهضروا على الاوراق ديال البربه. اذا الاوراق ديال البربه اللي فيهم شنو فيهم؟ فيهم واحد السكر مفيد اللي كيكون فيهم ب 7 حتى ل 9%. كيكون فيهم الحديد، بوتاسيوم، واحد المعدن كيتسمى لو روبيدي، فيهم الفيتامينات من مجموعه ب، واهم حاجه غنيين بالكالسيوم واليود. فهادو كلهم مواد مهمه. لاش كيخليو لينا الارتفاع ديال او كيرفعوا لينا المردوديه ديال 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 البيفيدوباكتيري اللي هضرنا عليهم. اذا داك البكتيريا اللي كتكون عندنا في الامعاء ديالنا نافعه كترفع من المجهود ديالها ومن المردوديه ديالها، كتولي كتخدم بواحد الطريقه كبيره. اذا بحال كتقول كتخدم 10 د المرات اكثر من القياس ديالها اللي كتكون كتخدم به في 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 الحاله الطبيعيه ديالها. والا خدموا هاد 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 البكتيريا النافعه في الامعاء ديالنا فكتسهل عمليه الهضم، كتسهل كذلك التخلص من الفضلات بواحد الطريقه اللي كتكون سريعه. وحتى الا داومنا على هاد الوصفه هذه فاوراق البربه كتعطينا واحد الطاقه للداس ديالنا، فهي مشروب طاقه وكذلك مشروب اللي كيعاوننا باش نقويو الجهاز الهضمي ديالنا. كيشريو ربطات البربه او البربه بالعبار على حسب كل واحد. هذيك الوراق اذا ما نفرطوش فيها، ناخذوها نهائيا. كيفاش غادي نحضروا هذه الوصفه؟ فغناخذوا الوريقات ديالها نقطعوهم، نقطعوا يدين الوريقات ديال البربه، نغسلوهم مزيان، نخليو ديك الساق ديالهم ديك لاتيج ديالهم، فغنمشيو حتى الراس ديال البربه ديك الدواره فين كيكونوا لاصقين، وتما غادي نقطعوا ديك الدواره، غنغسلوهم مزيان حتى يتغسلوا، ونقردوهم كما كنقردوا المعدنوس وقزبرهم معدنوس يدين نتقردوا مزيان، وغادي ناخذوا منهم جوج معالق كبار. اذا هنا السيده غتخدمهم بحال غتخدم الورق ديال الصبانخ مثلا، بحال غتخدم الورق ديال الصبانخ، ولا بحال غتقرد الكرافس. يتغسلوا مزيان اكيد ضروري، ناكد عليها ضروري ضروري خصهم يتغسلوا مزيان. ومن بعد كنقطعوهم، كناخذوا جوج معالق كبار من هاد، يعني ملي كنقطعوهم كتولي عندنا كيمكننا نعبروهم بالمعلقه كبيره، ناخذوا جوج معالق كبار من هاد الخليط هذا، وكنطبخوه في جوج كيسان كبار ديال الماء حتى كيتطبخ مزيان، كنخليوه يطلق. كيطلق الحموره؟ كاين الا كان الوراق حمرين بزاف فكيمكن له يعطينا هذه الحموريه هذه، نخليوه واحد الساعه حتى يطلق مزيان، نصفيوه نديروه في الثلاجه، نوليو ناخذوا كاس صغير من هذا المحلول نخليوه حتى يدفى. بيان سور ما غاديش ناخذوه بارد، منين يدفى كناخذوا كاس من هذا المشروب هذا في الصباح على الريق، يعني كنخليو الجهاز الهضمي يستافد منه، وكنخليو حتى الجسم انه يستافد منه. داكشي علاش الانسان خصو يدفيه شويه ما يشربوش بارد باش ما يضروش، باش ما يعطيش الوجع، لانه على الريق. اذا نعم. يندفيه يعني تدفيه السيده في البوطه ولا في الميكرووند ولا تخليه مثلا شويه، ولا غير ياخذ درجه الحراره المطبخ وتشرب نص كاس صغير كاس على الريق، كاس صغير ديال العنبه، كاس صغير نشربوه على الريق بالنسبه للكبار، ونص كاس صغير بالنسبه للاطفال. الأطفال يعني من أشمن سن لأشمن سن، من 5 سنين حتى 13 عام.